ما المسلسلات التي يتابعها النجوم والمشاهير في رمضان؟ البداية مع الفنانة منى واصف التي أبدت إعجابها بمسلسلات أغمض عينيك وتاج وأيضاً ولاد بديعة لأنها تؤمن بأعمال المخرجة رشا شربتجي، فيما اختارت الفنانة لينا حوارنة متابعة مسلسلي ولاد بديعة وتاج معبرة عن إعجابها الشديد بهما. أما الفنان أيمن رضا فأبدى إعجابه بمسلسلات ولاد بديعة وتاج وأغمض عينيك، وأخيراً الفنان وسام رضا الذي يتابع مسلسل مال القبان معبراً عن شدة إعجابه بإخراج العمل والسيناريو.